بجدول الدوري قبل انطلاق الجولة ال 12 غدا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في مسيرة تكون أفضل وأكثر روعة من ذلك في بطولة الدوري تحديدا. خلينا نتكلم عن آخر جديد يخص النادي الأهلي واستعداداته لمباراة الغد. مستر فايلر عنده محاضرة مهمة جدا مع اللاعبين قبل المران اليوم. المران ابتدى بالتحديد في تمام الساعة 4 عصرا، لو اتأخر هيتأخر ربع ساعة أو حاجة بسبب المحاضرة الأخيرة دي. محاضرة بيتكلم فيها مستر فايلر مع اللاعبين على بعض الأمور الهامة الخاصة بمواجهة الغد وكيفية التعامل مع فريق اف سي مصر بعد دراسة هذا الفريق بشكل جيد ومميز. والميزة عند النادي الأهلي وميزة عند مستر فايلر ان انت يعني ما بتستقلش بحد، بتحترم كل المنافسين، بتحترم كل الفرق. تدريبات ماشيه بشكل جيد جدا زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في البدايه. المحاضره بعديها على طول المران خلاص انطلق، وفي بعض الامور الهامه خلال المران وبعض الجوانب التكتيكيه والخططيه اللي بيركز عليها دايما مستر ريني فايلر. الجهاز الفني كمان بيطمئن على سعد سمير، وزي ما حضراتكم عارفين سعد سمير اول امبارح عمل جراحه الوتر اكيلس، وجراحه او اصابه كان تعرض ليها في مباراه بلاتينيوم، وسافر على طول لانه كان معاه التاشيره. الاجراءات خلصت بشكل سريع وجيد بالنسبه لسعد سمير، عمل الجراحه والامور ماشيه بشكل طبيعي بالنسبه له، وابتدى اولى المراحل العلاجيه في برنامجه العلاجي بشكل جيد. وشفنا يمكن هو نزل امبارح على ستوري عنده كده على انستجرام صوره وهو بيبتدي يدوس على رجله بشكل حريص جدا مع احد الاطباء الالمان، وان شاء الله باذن الله سعد يعود سريعا ويكون اضافه طبعا للنادي الاهلي. الامر هياخد حوالي من 4 ل 6 شهور، ودايما في متابعه دوريه من قبل الجهاز الطبي بالنادي الاهلي دكتور خالد محمود مع سعد سمير، واخر الامور بالنسبه له هناك في المانيا قبل ما يرجع للقاهره ببرنامج علاجي خاص هينفذه في القاهره بعد قبل كمان ما يرجع تاني لالمانيا ويكمل علاجه. حسين الشحات بيواصل برنامجه التاهيلي. حسين الشحات خارج مباراه الغد بنسبه كبيره جدا، ده بسبب ان هو طبعا زي ما حضراتكم عارفين عنده شد في عضله الضمه، فبيتعافى من هذه الإصابة على مدار الفترة اللي فاتت كام يوم اللي فاتوا. في حرص كبير جدا على سلامة حسين الشحات وزمايله كلهم بشكل طبيعي، لكن مهم قوي ان انت ما تجازفش بلاعب في مباراة زي بكرة مباراة اف سي مصر عشان يكون متاح بالنسبة لك بشكل اكبر وبجاهزية 100% قبل التحدي والمعترك الافريقي يوم السبت القادم بإذن الله بعد اسبوع من الآن. هو بيواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي، هو خلص البرنامج العلاجي بالمناسبة يعني، وهو في البرنامج التأهيلي عشان يبتدي يخش في تدريبات الجماعية مع الفريق، وحتى لما بيشارك في تدريبات جماعية جزء بسيط جدا من هذه التدريبات وبعد كده بيكتفي ببعض التدريبات التأهيلية المنفردة. ده بالنسبة لحسين الشحات. فيما يتعلق بمحمود وحيد عنده كدمة قوية جدا في الكاحل أو في وش القدم، وبالتالي بيغيب الفترة اللي فاتت، الأمور بالنسبة له بتتحسن في برنامج تأهيلي خاص بيه، ويعني الجهاز الطبي بيديله الوقت الكافي عشان يكون لائق للمشاركة في التدريبات الجماعية. ده بالنسبة لمحمود وحيد، لاعب أيضا مهم جدا في صفوف النادي الأهلي. الأمور بتسير بالشكل الجيد، وإن شاء الله بإذن الله الفريق يكون موفق خلال الفترة الجاية. احنا متواصلين مع حضراتكم على مدار حلقة اليوم من كلام في الميديا، وأول ما تخرج قائمة الفريق هنعلنها لحضراتكم مباشرة. احنا عرفنا أول عناصر القائمة خلاص، هو محمود عبد المنعم كهربا، ممكن يعود كمان النهاردة أجاييه، مش هيكون حسين الشحات موجود بنسبة كبيرة، فإن شاء الله بإذن الله أيا كان مين اللي موجود أيا كان مين اللي هيشارك في مباراة الغد احنا واثقين كل ثقة كالعادة في الجهاز الفني واللاعبين. طيب ده فيما يتعلق بآخر أخبار النادي الأهلي. عندنا موضوع مهم جدا وإحنا متابعين دايما دايما هذا الموضوع وبنحاول نوصل لحضراتكم كل الجديد فيما يتعلق بالتحديد بتطبيق تقنية الفار في مصر، وزي ما حضراتكم عارفين الكلام كتير جدا خلال